الدولة محمد السادس قائد الأعلى قوة المسلحة الملكية. أنا كرسل واحد الرسالة ديالي، أنا حاصل على دبلومات، عندي دبلومات وشواهد، عندي إجازة وعندي بكالوريا وعندي سانتينوار تيكواندو، وأبي مقاوم قديم، وكان عندي الهدف ديالي في حياتي ندخل في الجيش المغربي، ولكن دائما كنصطدم. أنا دائما في الكونكورات دائما مقصي، لا في الكونكور ديال الدرك الملكي ولا في الكونكور ديال الأمن الوطني ولا أي كونكور. ودابا تنطلب من ملك الدولة أن يساعدني وأن يسمع ندائي للدخول إلى الوظيفة العمومية. أولا هذا الكلام أنا اللي تنقوله ماشي جاي غير تنقوله كداك وصافي، لأنني مأزم حيتاش أنا بيطالي وتنفيق الصباح بكري وما تلقى ما يدار في العمل ديالي، وكثرة هذا الحلم هذا تدمر لي في حياتي. فاش نفكر أي واحد فيكم من تيتدمر في الأهداف ديالو تيكون ديما تيوسوس لي الشيطان في الانتحار. وهادي راها هاد الكلام هذا اللي تنقولو نابع مواطن مغربي تيبغي الوطن ديالو وتيبغي الوطن ومواطن، وفيه كتجلى روح المواطنة. هذا أولا. وثانيا بما أنني فقدت القيمة ديالي داخل المجتمع بدون أي وجود عمل يناسبني، أنا كنقول ومحبة فهاد الشعب الكبير تنقول واحد الحاجة، أنا يمكن ليا ما نكلف الخزينة العامة المملكة حتى شي حاجة، يمكن ليا نخدم فابور مجانا سبيل الشعب المغربي. ورسالة كنوصلها للسلطات اللي دائما كتقصيني في الكونكورات، لا في الدرك الملكي ولا في الأمن الوطني ولا في مجموعة من المؤسسات، تنقول لها كنتمنى ديروا لي شي حل، لأنني مستعد نخدم مجانا في خدمة الشعب المغربي. وهذا رسالة من مواطن مغربي شريف إلى مواطنيه وإلى شعبه وإلى ملكه. والله ينصر سيدنا وشكرا. تنتمنى سيدي ربي وليدي العليجة أننا نوصلوا لشي حاجة اللي الشعب يتضر فيها، الله يعمل سيدي ربي يفرحنا ويشوف من حالنا ويشوف من حال هاد الصبيان والبهايم وأي حاجة في هذا الكون. والمرأة هو النعمة ديال الإنسان، إلا ما كانش المرأة ما عندنا حياة ما عندنا والو. هادشي وليدي اللي كاين، طلبوا سيدي ربي يفرج علينا فرجة الخير وعلى جميع الأمة الإسلامية.